خلينا نطلع نشوف ماذا قال محمود متولي بعد فوز النادي الاهلي النهارده على الاتحاد المنستيري، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذا الحوار. مستمرين معاك مره تانيه كابتن الاسلام الشاطر، كل جمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي، واحد من النجوم اللي بنقول له يعني الحمد لله على السلامه. كنا مشتاقين نشوف من كتير جدا ومن ايام كثيره جدا متولي باصراره وبهدوءه وبعقله الكبير جدا. متولي برحب بيك وببارك لك، الحمد لله على السلامه على ادائك المميز جدا. لسه عندك كتير زي ما قلنا الاكرم، لسه عنده كتير. بنتمنى لك كل التوفيق، بنتمنى للاعيبتنا كل التوفيق. انطلاقه جيده جدا، انطلاقه موسم، انطلاقه جهاز فني، انطلاقه كمان لعيبه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. حطينا في الاجواء، الفوز بيمثل ايه؟ المتولي بيمثل ايه النادي الاهلي؟ طبعا الاول ببارك لجمهور النادي الاهلي على المكسب. طبعا ده الشوط الاول، لسه في شوط تاني في مصر ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل نتيجه كويسه في مصر ونقدم اداء كويس. بدايه موسم طبعا لازم تكون بدايه قويه لاي فرقه، علشان لو بتفكر ان احنا نستمر ونرجع البطولات اللي راحت مننا السنه اللي فاتت. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل كده السنه دي، واستعدينا كويس الفتره اللي فاتت وان شاء الله. يعني انا شايف ان كله متحمس للموسم الجديد وكله عنده اصرار ان احنا نعمل اداء كويس ونقدم موسم كبير ان شاء الله باذن الله. الهدف لما بيجي في النهايه بيديك الاصرار وبيبين لك الشخصيه وروح النادي الاهلي. لاخر لحظه بنلعب، لاخر ثانيه بنلعب، مردودها بيبقى على اللاعبين وعلى الجمهور. بيمثل ايه الاهداف اللي في الثانيه الاخيره المتولي وليك اصلا؟ طبعا كل لعيب بيبقى في الملعب ليه هدف معين. انا كمدافع بيبقى هدفي ان انا ما يدخلش فيا جون، ده الهدف بالنسبه لي الاول والاخير. بعد كده يعني ده اللي بنتفق عليه دايما، ان احنا ما يجيش فينا وهنجيب في اي وقت. وطبعا بنلعب لاخر دقيقه في الماتش، فيعني طبعا بيبقى ليه طعم تاني لما تجيب جون انت حاسس ان انت كنت تستحق ان انت تكسب في وقت من الاوقات في الماتش. لكن في الاخر كل ماتش بيبقى ليه ظروفه. ماتش الفرقه برده فرقه كويسه جدا، عندها لعيبه كويسين وامكانياتها كويسه. لكن احنا قدمنا ماتش كويس. يمكن مش هقول لك يعني ان احنا كنا نستحق نكسب بنسبه 100%، لكن على الاقل نستحق يعني المكسب. قدمنا ماتش كويس، تعبنا شويه، يمكن الملعب ما كانش احسن حاجه، بس طبعا ما ينفعش نبص لاي ظروف. هو كده كده الظروف، انت بتلعب مع فرقه عليها نفس الظروف ونفس الضغط. ففي الاخر برضو انت بتحس ان انت طبعا فرحت بالمكسب وكل حاجه، بس يعني انا بالنسبه لي المكسب الاول في الماتش ان انا ما دخلش فيها جون كمدافع، يعني ده نجاحي في الماتش. ونجاحي بقى كتيم ان احنا الحمد لله خدنا 3 بونت. عدينا مثلا نص شوط، محتاجين الشوط الثاني في مصر ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعديه باذن الله. نشوف المباراه الوديه في التدريبات، الهدوء بتاع متولي، الاصرار، التركيز، استفدته بشكل كبير جدا من المباراه الوديه. كمان فتره الراحه اللي خدتها اللعيبه من فتره كبيره جدا متولي على ما اعتقد فرقت بشكل كبير. سر اصرار متولي وسر تركيزه الكبير جدا الفتره اللي فاتت، لان انت واخد يعني فتره كبيره جدا، والفتره اللي جايه كمان منتظرين منك وجمهور النادي الاهلي منتظر منك كتير جدا متولي. بص، هو انا قعدت فتره برضو بيتقال لي الحمد لله على السلامه كتير، فانا يعني بقيت حاسس ان انا ما يعني مش محتاج يتقال لي ده دلوقتي. الحمد لله السيزون اللي فات فنشت السيزون، كنت بقى موجود في الملعب في كام ماتش في اخر السيزون. طبعا ما فنشناش كويس، بس يعني الحمد لله حسيت ان انا موجود بلعب، الدنيا كانت ماشيه كويس. والحمد لله دلوقتي النهارده موجود في التشكيل الاساسي للفريق. ف طبيعي انا ضيعت وقت طويل قوي، وعدى وقت طويل، والواحد كان بعيد فتره طويله. متهيألي مفيش وقت تاني يضيع، يعني كفايه كده. جوايا احساس برضو ان انا لسه جاي النادي، فدي حاجه محمساني برضو ان انا اقدم كل اللي عندي، اطلع كل حاجه عندي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. شكرا حبيبي، ميرسي. بنشكر اكيد الكابتن متولي، وبنشكر وبنبارك كل لعيبه النادي الاهلي، ومنتظرين ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي في مباراه القادمه باذن الله في البطوله الافريقيه. كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله ال11 تكون اهلاويه. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، مجهود رائع من طاقم العمل. الحقيقه دائما قناه النادي الاهلي بتكون مع فريق الكره تحديدا كمان في كل المباريات، بننقل لحضراتكم كل الاحداث وكواليس ما يحدث ما قبل المباراه واثناء وما بعد المباراه.